Okay, let's go. أمرنا بالليل وش بدينا؟ سالينا أنا وش بدينا؟ سير عبد الله سير لك أصبحت سير لك وسختي لي ودني هذا الصبح هذا كنت عذب أخوس قاعد عذب مع عبد الله نحس بيه ربك يعذبني كي جلسني في البيت مع هذا خونا هذا واحد الساعتين ولا أربعة السوايع أنا باب كيغني اوه ني لا بوت فيز باش الدراري السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير نتمنى تشوفوا الفيديو سجل لكم في نهار جديد سجل الانفراد كندو انرجي جديده ورياكسيون جديده سن رياكسيون في مزرات درب التبانه نسيبتي الحبيبه حلقه 12 عطيت نسيبتي الحبيبه حبيبه نسيبتي الدراري كانوا كيديروا لنا واحد البرنامج ديال سميتو الحبيبه امي ديال مصاحيه الوالدين اللي عنده شي مصطفى العجز عنده شي مو بغا يصيفط يعيط لك شو مرات كنهبد الوالده بيا هكا اه انا كنقول لها فاش كطيب شي عدس شي 3 ايام اه كنقولها لك كنقول لها واش باغا تمشي نسيب امي العزيزه لا لا شي ديال التهديد هكا سيبتي الحبيبه حلقه 12 نضحكوا ونتفرهدوا ونقصدوا قهوه تفرجوا مع باش باش تفرجوا سير كملها قالت اه لا تسال الله يسهل عليهم يمسيكم في الفرح تنساوش ديروا لي لايك ولي كومونتير وما تنساوش تدوزوا عندنا الانستغرام هذا ولا هذا تما غتلقاونا ديما وندخلوا نتفرهدوا هي جوالين اللي نصفر هذا جوج مليان شو باش تعمل بيهم دابا الوقت ليه عاد برش عليا ما ظهر لي قبل المره هذي بيه بيه تنحاول اما سي با سيغ ها اني قتلك وقال اخونا هو اللي غادي يعاقب ليها كيتمزك عليا شنو علاش زوج مليان راهم ديجا خديت مرتين افونس اي اي زيد زيد تكوني بالكلام انت تكوني بالكلام باهي باهي تندبر راسي غدوة تنكلمك ليلى اليوم ما يجيش الله عينك باهي باهي تهنى اختي تنقول له تهنى تهنى هاي فيلمان عايش اختي تفضل سي بابوشه النوع اللي تيكونوا بحال هكا الدراري هاد النوع اللي البنات البنات المرجلين كيكونوا اخطر هاد البنات اللي كيكونوا دايرين كوب كارس يا ربي ما تقلقوش مني انا فيرجينيا بالثلاثين نظريه كامله فيرجينيا قوريه صافي واخا دابا قوريه حط لهم تصويره فيرجينيا كيفاش داير دابا نحط لكم تصويره فيرجينيا يلا باطا ما كاينش ما سميتها ما عرفتش سميتها غير فيرجينيا ديابلو دابا نحط لكم تصويره فيرجينيا عرفتي حلاوه خلي الدراري يعيشوا مع راسهم يزيد فضلك الا لا عاقب من هنا قلت نخدم على حسون نطمان عليه وان كنت يا وقيله مش هنا الرجل يفتح اك تشوف مش لهنا خرج عنده قضيه وانا بيدي اني مروحه لاباس ما هو لا 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 لاباس هذا مكان الخير تغازي كعبه كاوكاو بالذي لا اله الا هو سخونه تفور وهشوشه هدره فيها كيكاوية لا لا ما نحبهاش ما تحبيهاش عندك الحق لالا حتى يمشي بها كاكاوية هيا قدي بالسلام هذا عقبين ما تقولش الكاكاوية الدراري اللي كان هضروا بزاف سمحوا لنا الله يرحم الوالدين امصور سكوزا سمحوا لنا كنتحمسوا مع المسلسل كنخرجوا في امور اخرى عادي يا صاحبي سكوزا انا كنشطه واحد كيقول لي اسكت خلينا نتفرج اسمح لي سكوت اسمح لي سكوت هي موت اسمح لي نتفرج وسكت فزت بلالا حسون هذاك اللي حرس نحلى ولا مرة ركبنا سوا ولا مرة كيغني لابس الفهم ما يغنيش الله عينك كان سي بلاجر الله يسلمك وين كنت أطول وين عندي كنت في محطة كارس صفر يحط عيونك صفر وش ما ديك تعلم المحطة تاخد مخلاص مشيت وصلتك الطفلة درسو هاي الطفلة موجة تروح عادها في المغرب حتى من العيب عيب عيب تقول ايش أطول وانت وشاني قاستك كنت بدر صاف نهار كل وانت طالس في القهوة تزعت في السوكو بريس وعيونك تتلاصق في الفار حب صاحبي مالك صعب كي حبها وصلها واش فيك انا وصلت المحطة الكري هاك الخطرة زوز وفريت بولد عليها تبولد عليها شوف هذاك عنتر من شداد اللي جاتو معاها لا خير من عنتر بتاعك هذا
احسن احكم احكم اش ذا تعرف قلوبك كاكاوية زمن اختك كاكاوية كيف الله في الملعب انا قبيلة جتني في بالي الدريل قلت صراحة مقيلة كيشري كاوكاو غير راسه ما كي فهمت لا المعدة مضرورة كين ديما المعدة ضرورة عجبني 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 ببوشو انا قد في الطفح خدقت فيك جنون تذكرت اكل عام مباركة مرات الشرايط جبنها شرايط رتال كاكاوية طيبة ملوبي هلا بصاحبي اهلا ببوش وين كنت العشبه كل توصلت في محصل المحطه اروح لساقس هاي بيه على قيل راسك بالمعزه مش معزه بركه زدت لك قتلو السردوك الليله بنجي مش عمل فيلم راح جاي راح اقيل حتى انا عندي لك مسلسل هذا مسلسل هسه قدني جاي هذا احسن صاحب هذا صاحب صاحب ديال الصح اسطوري عم نقول لك هاك الطفله اللي تخدم عندك امورها مشي في البوزيتيف خلاص شو هيك بوزيتيف الطفله مسكينه ما ريت عليها شيء تخدم على روح ونطول صار بيني وبين كلمه اعوذ بالله به تخطرش على شنو باش تخطر باللي هي ثعلب وطماعه وناويه تعقرك في سويردات طماعه اخي السويردات سيمشي فهمتي الاموال ديال حيوته غيمشي السوارد راحوا مش عرفت ايوا سمعت باذني بابوش انت سمعت بوزنك اي توبر سيدي راح جاي ليش ندورو فيها وهي قصيره كان هي غدوه جات وطلبتك في فليسيت بوزكارت ابو 50 دينار كان جات وخدمت على روحتها وروحت وما قالت لك حد شيء ناش لغي مظومه نحاجمها من قلعه باهي صافي نيشه دير لها الفخ نيشه نيشه فهمتي رجوله بوشه رجوله ليه تبي ما لا يعرف رجوله شات معك بابوش دبر راسك شلغم شلغمك كي حماق على سلامك اه راك تعيط يا طفله تكلمي بشويه يا مراك بنسى حياتك اخوك فاضي ليش ميك لاباس 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 ما ثم كان الخير دب وسط القاس تمت والتلفزه كانت تخدم سكتت ماشي سكتت تطفت ماشي تطفت وقلت تحرقت ذاك هو توا ذاك هو يا جنى ذاك حد الباس باهي يا لالا طيب العشاء على البابور تاخذ ونجيب لك دبوزه جديده ونهز التلفزه نصلحها باهي يا كان باهي الله مبارك الله مبارك المصاريف كتعجبني باش هذا اللهم بارك اللهم بارك زعما صافي الله يبارك خميسه خليل بيس ختونا مشب باش لغيب ولا بلاش لغيب باش لغي مشب خف علينا الريحان ديالو علاش خديت ما علاش لغيمك علاش شي ساتو من النساء كتبغي غير شي ديال الفيزيك وكتبقى علينا لا المهم المهم هو يكون راجل كيف واحد الفيزيك في شكال تاو راه بالرب صاحبي تاو ما كيبغيو الفيزيك واحد الفيزيك دخل فيه أبار أكوتي هذاك خليه دائما هذاك فاش الفيزيك الكبير خلي أكوتي خلي الفيزيك الكبير دابا كنهضروا على الفيزيك 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 ضروري شويه كتجي كتقول لك كل حنا راهين مزيان حتى ما يبغي بزاف من حقهم ولكن غير ما يقولوا الناس لا غير يكون راجل ولا يكون مقبول ما كاينش مقبول الجينيراسيون اللي داز كانوا كيبغيو كانوا هذا النوع كاين يكون غير راجل وكذا يكون غير راجل ومقبول دابا تا تكون راجل وزوين ولكن راجل وزوين راجل وزوين راه ما كيتلاقاوش يقدر يعني في البرنابيو ما يكونش زوين تخلي معاك الشمع ودخل معاك نقول لك واحد خونا ما كتحشموش اسمح لنا خويا عاوتاني حنا كنعطيو غير نصائح اسمح لنا نصائح تحت يا ربي ربي يستر وانت علاش تسمع لا لا حد شيء حد شيء ما تخاطرتي دابا اللي قالت لك المايك علاش لا غنمشي نحيدو انت الحق خذيت بابوش على الجيل الشلغيب اي لا ما لواش هو ملاط تو نساوين يحب الرجاجيل على الجيل الشلغيب وانت علاش تسال ماشي درت هو الشلغيب اي نهار مغلل سام هذاك علاش كيف بقى خلاته سامكا وحنية عادي شلك المنجي خلعتني بسم الله يا حبيبي وجعتك ان شاء الله في العدو يا لله السلام هلا حسو واش وصلت خطيبي سيق صد ربي حياتي راقده حياتي راهي مقلقه شويه راقده عندها ما لاست على غروسيس نورمال نورمال عايشه نورمال شبيك دخلتي يا سيد ما لاباس مانيش لاباس انا يا اخي شبيك قلت لخويا محسن يجي مع شيرين وبوليس على صفاقس لا ما حقليش تحمد ربي اللي خليت لك الاخرين شو كحقرني أرنب دبابة دبابة يا من الله حجيلة السقنية يا حجيلة حجيلة شنو وزينة حتى انت حقرتني واش البونجي واش تسحق
ما فهمتش شنو في السرح انا. عندك فليفه يوم وانت شاده شبيك تسعى المشي وجهي. اسمع ما تقليش تستنى في المنجي. شنو ندمت على العمله اللي عملتها معاها؟ صافا با نو راح يلعب على روحه هذاك. يا ولد بالي مشغول في واحد اخر. يا بيني اخونا مرزاق. مرزاق مرزاق اسحب له عاوتاني هو. هو ديما حساب له هو. حياك والد ربي بالفيسه لقيت كايب اخرى. كايب شنو انت باش تفهم القجر؟ وين عرفته؟ وين عرفته؟ في البيرو تاع حسو. ايوا في بيرو حسونا. لحظه اللي اسمه واسمه مرزاق. رزاق ماشي رزاق مرزاق تزيري. هو تزيري درت ورجعت لولد بلادك. دارس دارس ولد بلادك. شفت المكتوب بالمونجيه لو مون دي بتي؟ شكون يقول نجي لتونس وفي هذاك لو مومون اللي هو في البيرو تاع حسو ندخل انا نتعرف به ونحبه. ياه بين يحيى عندهم كان عندهم ساهل. الحب كان اسهل حاجه في الحياه. هذا في الحب مازال ساهل. قواليك ربي هكا بالفيشه في الطريقه وليت تحبوه. نقول لك مام هو حسيت له هكايا في النظره نتاعو حبني. نورمال نورمال. منجي تأمن بالكود فودغ. شنو هي والله ما فينا الكود فودغ؟ يعني كي تلاقى دابا البنات اللي ديما كيصبغوا طفالهم زعما ما كيصلاوش. ما كيصلاوش نورمال. كيصلاوش كي ما تعرفش شنو فين فيهم شنو زعما. لا ابار اكوتي شنو فيهم اكوتي دو موا اخويا ما عرفتش. الله اعلم. لا ولكن ما يجوز الوضوء ببال. لا طيح الاظافر. لا لا يجوز كتخلو في الامور. ماشي فوق نفات شي صافي نسى. تلقى الراجل والمراه النظره الاولى يحبوا بعضهم. بين يا اخي نور عليك. تعرف الفجايف انا ديما تصير لي ولا قداش من كعب هكا نغزر له بالفيسه ما نولي نحبها. اما المشكل وينه؟ هي ما تحبنيش. هذا هو اكبر مشكل. تخرج بروبابيليست معناها خاطر ما عندناش نفس المعطيات اللي موجوده في الجهاز في جهاز الاحصاء اللي هو يعطي طرق معينه. ستة اشهر وما فهمنا منهم شيء. ايه يعطيك الصحه يا بنيتي كي سكرتوا. ملا جوج ما اللي باتوا عليه نصبحوا عليه. ملا جوج حتى المسلسلات ترزينا فيهم. والله يعطيك الصحه خوالتي. يا بابا ملا وغلي تقول نهار سوق. سمحوا لي انا نروح نرقد عييت. صباح على خير. على خير. على خير. بونوي. شنو لابسه خميس؟ دراب. حياك بالله ما تقوليش لا ديال مدربله بودربال. كان عندنا واحد لعاب في المنتخب السوسماني سميتو بودربال كان كيجيه عزيز بودربال. حياك بالله ما تقوليش لا الطفله تزيري واش باه ديما ساكته كيك ما تتكلمش بعدا كتحب. ياك مسيكنا كل منجي ولدي ما عندهاش زهر. كل ما نقولوا هاي قضيت وتهنيت تصير حاجه وتتملبس. حليلي نعلى خيط هذاك ما يكون كان عندها التابعه. تابعه ماشي تابعه. تابعه يما قالت لي التابعه مخطره ياسر خلاص خاصه في الربيع. يعطيك يا خميسه زعما هلا ما لواش حتى خالك المرج الثانى عندك عيبه. اوه لطف على ولدي ريح البر والشر بعيد. انا نقول لك حل عليه الكتاب خير. لا لا خيتي توا يتحل المكتوب ويا خو مرا. اسف تحب تدبر لك مرا؟ والله عندي واحده تحت سقاي مش تحت سقاي تحت يدي هاي العينين. مش دركاله قولي لسام سرزقي ولا خل نرزقنا. لم كنتي باش نبدو فاضحين من الاول مع بعضنا. الطفله راهي كسايره فتات. لم كنتي كي تحط زوز يا جورات تخلط للكوبه وتحل باب واحد. هاي نقزتها هذي سنفوره. كل اللي عندها فتات حول مش حول عين تصب في عين. اي مش كيف كيف. زعما عين كتخرك عين كتقلب على التسميس المشوار. هي كنقولوا هذا المثل اللي كيكون عندهم عينيهم هكا جارية معاك كتكون غير جارية معاك كتكون أحمد. عندنا واحد خونا سميتها أحمد الدراري أحمد جمد. لا مكنتي كان ما تثبتيش فيها ما تجيبيهاش فيه حتى هي ثانية ما تجيبهاش فيه. هاي وكل ثانية من البعيد من البعيد خلاص ما تشوفش بالقدا كيما نقولوا نحن على ستة من الناس تشوف أربعة. باهي مشو خير مزيان مزيان لا مكنتي ملا صحيحة عليها. اللهم صلي على النبي تضرب الحيط تهردمو. اسمها الكاملة. الكاملة الكاملة لله الكاملة صدقات ما كامل فيها حتى حاجة. لله يا خميسة هي قالت سهلة هذه الكاملة هكا مالك ناقصة كيفاش. اي خميسة والكاملة
ما كانت ناقصه كامله كانت ناقصه هذه كامله هكا مالك ناقصه كيفاش اي خميسه والكامله هذه اش تعمل توا تو تو يوم كنا راي راقده تفضل باي باش كيفاش باي كان جوج دينا برا نقبل الذي لا لا هو من قبل نتبع فيك نحوش نفهم فهمت منها حتى سمع كيف هي مرة دوختني راه تعرف العبد اللي قدامك هذا اقل منه عنده 15 سنه خبره في النساء اما لا غالب ما عندي الزر لا تعمك خير ما عندي زهرة كنت مشاهر بحالك سيدي عبد الحليم بخشمه سيد عاود عاود خليني نفهم جد نعود خمس مرات نعود لك وشينا يا اخي صب لك بالقمعة باهي سيدي ركز معايا اول حاجة تعملها تغزل الصباح كان لقيتها لابسة خاتم هيك راهي مخطوبة معناتها وقتها ما فمك بالسواك الحق فهمت ولا لا معناها كان لقيتها ماشية لابسة خاتم نصد وين تصدم؟ يرد تصدم في طوبيا متاع هندي تصدم يا سيدي تصدم هوني باش نعاود لك وركز معايا أول حاجة تعملها تسلم عليها تكبس عليها شوية مش برشا فهمت ولا بعدين كان حسيت بحاجة قلها لي في قلبك الكل كلها في قلبي الكل أنا واحد فاشل فعلا مثلا ماشي ضروري النصيحة زعما تجيك مع شي واحد في مزيان راه تقدر تكون النصيحة بحال دابا واحد الأسطورة تونسي تقدر تاخذ من عنده النصيحة كاتوزو بالله بالشيطان تاخذ نصيحه داكشي اللي كيقول ماشي سوقني في داكشي اللي كيدير انا بعدا كيعجبني غاتوزو انا اللي كيعجبني النصائح اللي كيعطيك يقول لك امك كيعجبك سر عنده نكمل كينصحك كيقول لك امك امك هذه حاجه باينه انت كيعطي نصائح اللي يقدر هو يكون ما دايرهمش ولا كيقول لهم مثلا بغيتي تصلي صلي الله يسهل عليك مزيان تصلي هذه حاجه باينه كينصح ولكن هو ما دايرش داكشي ماشي بالضروره انني ناخذ النصيحه ما عند زعما واحد ما دايرش داكشي ما عندوش الحق يعطيني النصيحه يقدر هو داك النصيحه ما دارش بها في ما لقاش اللي يعطيها له في الاول ما يقدر يبدل ولا تاب اصلا ما بقاش كيدير داكشي ما بقاش كيلعب ما بقاش كيلعب الله يسهل عليك نجم نقول لك حنا زوم ما فاه مغلب عليا واش مدخل حنا زوم في الحكايه راك غضبت عليا قل لها مثلا نحبك ايوا معناها كان قلبي يدق نقول له راني نحبك صحيح ممكن ما دقش ارجع لها بعد ساعه وريبي لو عاود شده من يدها قال لها يدرسوا في حسن شي حاجه كان قالت لك حسن قال له راني نحبك وقتاش نعرسوا ما كانش كان ما ناكلكش راني نايم يروح تحت الدور ممكن قالت لي راني ما حسيت شيء يا حبيبي يا وقتها باز راهو باش يجرى لك كيف بجرى اخوك المنجي الكعبه اللي تحط عليها عينك في ربيع القصحى ممكن ضيع كل ما ينفعش ارعش ابكي لها حتى لين تسخفها كيلها كيلها بكي الدراري بكي ولا اللي كيقولوا هاد الجمله ديال جربيني وهذا جربيني واش باقي كتقولوا الصنداله هاد الامور هذه جربيني ياك الصنداله ياك الصنداله الصنداله هي اللي كلبسوها في رجلين الصنداله صندال صندال بالفرنس او فرنس ما تخافش عليا شفت عاد سبيشاليه الاولى اللي تعرفك امشي خوف من هاد الوالفة هيا هيا قوم شو نعم بطرح كورتا مع الجماعة قوم كاكو دوال فار هيا براسي هيا براسي هيا براسي هيا براسي واش واش تحب انتو نحبو نلا احسن من سام يعطيك يا خميسة ايا مقبلة وانت تحكي لنا وما قلت مناش عجبك العرس ولا لا ولا يا اخوتي واش باش نقول لك نيماني مش مولفة بيه كل خطرات نقلق شوي لبكتي ظهر فيه مش خايف وجبل وش عامل معاك؟ ها ببيشة أنا جاي بروحهم في سكين أنا ما عادش عليش ما صرفت معاه مش عقلي بقى جاي بروح جاي بروح لعبا باصاب رادي واق جاي بروح أكثر المشاكل اللي كيوقعوا الدراري الدراري حاولوا تأكلوا أكل صحي وتأكلوا مزيان فاش بعدهم الاندومي باش ان شاء الله تكونوا مزيانين حيت اندومي وهادشي هاد كلوا مزيان الدراري حيت راه غتحتاجوا داك الماكله مستقبلا في واحد الامور من بعد وتعرفوا يا رحمة الله والدي يمكن ساعتي قال لك نشوي كيف اللي راقد ماني موالف نرقد وحدي كي نتلافت نلقى الحيط تا وليت نتلافت نلقى شلاغيم وقدام وجهي ويشخر فينا ياسر بالذي لا اله الا هو الا ساعات عيني اللي نسكرها للصباح مش خير نتاعها ولا مصدقتها هو شخار غير كتكذب انا ما عرفتش كتكذب وهي اللي كتشخر وهي اللي كتشخر بالعمل خممت نداني ليه كتب عند الشيخ الفركسي اوه شكون هذا الفركسي؟ خفا
تركيزي في العريس والطن بنتي فاركسي 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 واحد هذا رجل عنا نحن في البلاد يديه تبرك الماء مش تبرك الماء تجمد الماء وانا يحل كتابة مش تبرك الماء كنت عايش في هاد اللعبات اللي كدير فهمتي هذه اختارها المخرج حلو اما شي هادي توضح ديف الرجل يجوه من كل بر الليل واش باش نقول لك العشوه تعشي والكراهه بالدز المرشاديس ليكس ماي البيل فرا الدراري الفريره هاد دو صحاب اللي كيكونوا هكا كيامنوا بهاد الخزعبلات كتلقى حتى ديورهم الناس لاباس عليهم فهمتي كيجيو عندهم طوموبيلات كدا اجي شوف لي راه عندي التابعه عندي السحر عندك انا سحر بس حتى من الهابره السفره تلقاه يا حيه شي الهابره السفره الهابره السفره اه هذيك هي نعم الرأي تكلمو خلي جي يتولها بخالي المنجي وقت زيري مسكينة والله اللي حلها يسخفوه خبيصة توزع مع الحكاية هذه صحيحة انا ما نقولش بها من ياسي ذوما اسكت اسكت يا حياتة قل لي اش يعمل بالضبط هالفركيسي هذا لا من الجميع لا وش باش نقول لك يكتب على الموت والحيين ثانا يكتب لكتب يكوي على الفجعة مش على الفجعة على البومين نحي البوزة حتى واحد الامر هذا الدراري بوم زوي بوسفير هيا كتموز بالضحك شفت لها بالضحك فور البوسفير وش اسمها الاخرى هذيك بوم زوي نسيت اسمها تنقول لك عليها عنده حتى كالروامة الروامة عرفتها وناهي الروامة لالا كيما تقولي انت حتى وناس هريامة ونقول لك عليها ما قالت ضربة ضربة بنتي واش بك تضحكي وراس النبي محمد كيما نحكي ليك اذا هذا اسقى تقول في بوشا غير جبنا خميسه خميسه جبنا خميسه تجلس حدانا ما الكل وفي الصيف عادي يرجع لخدمته الاصل هو عليا واش يخدم هو صرنا ما قلتش ليكم طباب لي يا حنان طباب هيا زبيب اش قالت لك الكارتة ها سيدي الكارتة بيجي والبرميلة بيجي والديناري بيجي وصابع الحياة بيجي الحياة بيجي هذه اول مره نسمع بها اللي قلت له مسكنو هيدا بنيتك هيدا الحياة الدراري في هاد الوقيته كانت بسيطه كان فهمتي كان كانت بركه مقرب لشي الوجه الصوره الصداقه ديال بصح دابا كتجلسوا ها وما ما هاو كيجلسوا في القهوه شنو كتجلسوا انت شنو كتجلس في القهوه ودي انا حتى الا كنت كنكون واحد بوحدي مثلا داك هذا واحد وكيهضر على القهوه دابا انا غنجلس بوحدي غنشد التليفون دابا نتوما مجموعين بكم خمسه شنو كدير كنتفرجوا في الريال كتربح لا اكوتي كنتفرجوا في البارسا كتخسر اكوتي ما كاين حتى ماتش كنلعبوا بيس كنهضر مع الانسه ديالي هذيك بوحدي كنشارك النقاش مع الاصدقاء ديالي شنو كتشارك النقاشات على كلش كره الحريق اخبار الحريق اه باغي تحرك باغي نحرك الدار الدار غتحرك سير سير حرك نبقى ندير لو فيديو غا بوحدي فهمت انت دير رياكشن هنا وانا نحط فلوغ انت فلوغ لي فلوغ في تونس حرك من تونس من تونس تونس لطاليا نحرك ليبيا وليبيا لطاليا ياك تما كيحرك وصلتي ليبيا صافي صافي وصلتي للمقابر سيب عليك بوتشي سيب عليك خسرت وكسكم لتا تغدوا خالصين عليكم التوب هو دينال ما خلش مخ خلاص لسال ما عندوش كوفيانس ما يقولش اللعب مع الكبارات اش مكلف ويتفافع على السجد بتاعه وهو عظيمات رقاق الريال فاش كتهضر مع الفراق هذه الريال فاش كتهضر ايكو ديال الضرب وضربوا الريال وكسكم لتا تغدوا خالصين عليكم التوب هو دينال ما خلش مخ خلاص لسال ما عندوش كوفيانس ما يقولش اللعب مع الكبارات اش مكلف ويتفافع على السجد بتاعه وهو عظيمات رقاق هذه خليك في حاجه واحمد بويا لاجل الغول اللي قابل الجو هنا يتخف هنا نغمس فيها الحيه وهو يغمس فيها اللص اي لا حيه ولا لص تقعد تجيب الكازو زي لا يا خويا خطي خويا انا ما عنديش فلوس اسمع كاين مش من الغفاصه انتم تربحوني انتم محسوب انت لاعب في السوين يمكن تفهم شوية لما كانت في الكارتة تنقع ورأس حن بالحق فيه في السوين يفهم طالع الخال وراء حسونة حقا بحكيتش لي وش صار في الخطبة بتاع خيره شو صار عجلة ترزق بالضعق تقلت البيتة وقت الزهور دبسة نبزة اللي هي انا وحيات طلعنا بها بطة وبفاطمة بعض بس حد بيه القاعة خوي حتى هو اش بنو حايد نقص كان عليكم يا بالمامو زيتي ده ويسي حالة زو تعرف يقولك حاجة كايبر مامو مش بنو حايد نقص كان على كايبر مامو زيتي ده ويسي حالة زو تعرف يقولك حاجة كانت لقيت بخميستك خير لك انت يا اقول لك غا يا بابو زي صباح الخير صباح الخير
خلاص نبغى لساري اخرى لعل مد فيها منك سليمان. اي خوي اللي شحي يلبس، اي اللي شحي يلبس رجع فهمتي، اللي شحي يلبس صافي خوي تقعد عليه. خويا سعيده سعيده امونجي قول لك المخلوقه مو اللي بيتكرجى فيك ارجع المنش. انا مش فاهمه اسمع بالفلاق اني ما فهمت شيء، نشد لها يد وكل اسمع قلبها يدق، نرجع لها بعد ساعه ولا نثبت عنديش الخاتم الساعه ونرجع لها بعد ساعه نقول لها حسيت شي حاجه. المنش يعطيك النصائح صح على شنو وليو يودي ورحمه بويل عيش الغالي لا فهمت شكون سبك الفاهم انت تصبر اخي اصبر مالك واش دي ما فهمت شيء. السلام عليكم. سلام مين ما جبت خيك معاك؟ مازال سهر مع جماعة تهيريق المرا عندها نص ساعة وهي تشخ خميسة يا خميسة يا خميسة يا كيف رحمة بويا حضرة سيدي منصور لا تقيرها. خميسة خميسة بباشا عاد بلا مش دراجي انت جيت انت عاد بلا مش دراجي ويخس يقول تو لا بباشا لاباس لاباس بالوقع وفيك الراجل قاعد يستنى فيك. سامحوني رقدت شوية خففي النوم الفتيات هذولا واكين الواحد يغطس فيهم يترخى. حيث الله يلقى بكم القلب جاكم مازلتوا ساهرين نعطيكم والله الصحة. يا خميسة خميسة هاكا صاحبي حلزون قال لك كي جاتو لطف شكون هذا حلزون بابوشة راجلك. ما قولي ببيشة ببيشة تو 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 قال لك إيجا هاي مالو قعدوا بسلام هاي في لبينة مشاه اسمع خاطفات أتون قولي ببيشة عاك القاضي قاضي القاضي فهمت لا بس لا بس ولا بس كتفهم كتفهم لغة الإشارة. والله والله مخميسة هاي يا جماعة حتى ما قلت لكم على خير على خير يا حسونة حسونة يرحم بيك قبل ما ترقد صب لي بدينار في البورتابل نتاعي لا يقطعك دينار علاش كون مش كلمك دابا كنشوف حسونة مسكين كنتفكر بها انه مات فهمتي كيف قافي الله يرحموا الدراري وشوفوا الدراري اللي عندهم الوزن الزائد حاولوا ما امكن ديروا الرياضه وديروا حيت راه خطر على الجسم ديالكم راه حتى من الاسباب ان الواحد القلب ديالو ما كي انا ماشي طبيب ولكن كنقول لكم شنو كاين تطبيب وفي كلش فهم كلش ما فهمتش ولكن كنقول لكم قلك خذوا النصيحه من افواه المجانين انا يمجنون اعتبروا يمجنون وهبيل خذوا النصيحه من هذا المجنون هذا وراه كيقولوا هذا خذ حكمة من أفواه المجان كان أعطيك صاحبي الكار تمجنون قبل لي جدا المخالي محسن نسأل على شيري نشوف عطاء رفعتها ولا لا. يا ربي يا ربي حنيني وش مدري العمر هنا أطفل نتول حب نفهم أنت إيش مجبدك في الشيخ الفارس تقسم معه بالباي اللي عاجبك كيك خلي الموجي مسكين التو قاعد فرده واحده خلي الموجي خلي الموجي لا ايش موصيك ما قلتش ليك تطلع لفوق تضمي فمك باللي يسالوك وتدري على شيء حين بباش اخي سهري كامله ضمه فمي قلت كان كلمه واحده بالعمل مولات الدار قالت لي يا بنتي وش بك ساكته بك دا قلت لها انا راني ديما كيك سكوتيه مشني سكوتيه مشني متكلمه لي ساكت انت عجبتك الحركات الدري فيها اختك. ها اسمع بابوش خاطي خوك دخلونيش في الحركات نتاعك. اوه فهم بدا يطغى اهلا مراه مرت كنت حر بالله بالله والله هلا على سي فاهم وانا مسخت اكتفي بيك ونقول عندي خوي واقف معايا في الغربه خاطي لا توقفي معايا لا نقف معاك انا مت ضرب على راسك الغربه هذه معلم ضرب على راسك معلم الغربه هذه عندي خوي واقف معايا في الغربه خاطي لا توقفي معايا لا نقف معاك انا متك على رويحتي وقرب جيني النوم لا حول ولا قوه الا بالله من الفهم واللي فهم الحاله يا ربي حني يا ربي حني واش ندني نندم الليله ولا نجبد قصتي وانت وراك شاعل فايفتي بلا زيت وبرا لكن كلمت الشيخ الفاركسي وجا كتب خطايه الخل المنجي خلينا نتهنوا عليه عيب. اسمع بابوش عندي ليك مشروع كخر المخ اش رايك كان تولي شريك الشيخ الفاركسي عزم انت معاه لا واش ندني معاه اخي هو العزام وانت الجن نتاعك جن باش لغيب جن شلاخ احكي اضحك يا خميس اضحك 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 شو ولي كي جمع الطفل شو ثقافة احسن جلسة ياك مازال ما بغات تولد احسونة يا حيوت
قل لي انت تعرفوا الشيخ فرقسي؟ الشيخ فرقسي شبيك اسمه لا تفجعت؟ هو اللي كان جاب من عنده ولا كان جاب له الشبه ولا سمع؟ انا سمعت الاسم كنقول واش هو ولا ماشي هو. ما تفجعش وين نعرف انا علاش انا باش تي لي ما يخميسه قبيله نحكيو على منجي قدامها اخي. قالت في بلادهم فما شيخ اسمه الشيخ فرقسي قتلك يدو تجمد الماء. ايوه واحنا شحاجتنا بيه؟ تي ما يمي بربي تحب تشوف على منجي فماشي ميحل عليه الكتاب هكيك ربي سهل له مكتوبه. هم حل عليه الكتاب بالله العظيم خوك تحل عليه مكتبه كامله لا تنفع فيه. اما الحسونة شوف كلم بابوشة فماشي ميكلم الشيخ يجي لهوني ويشوفه لعل يلقى له حل. نعم يجي لهوني يشوفه اذكري مازال يا بنتي ما تعرفوش الشيخ فرسي حكايته فارغه ما ذكرش المره اللي فاتت وقت اللي شي مرات زلت لي سان العقل الباطني ديالك يخليك تهضر. شنو وقت اللي هي شنو وقت اللي منشي سايق وصدار بالامو وانا خارج لوق جيت مفروش شبيك حسونة؟ شو مدخل شيخ فرقسي في النومو؟ نعرف انا لا ذكرت عمير خوك اي هذاك تو يسال واحد يعاون ويقف معاه الزيادة حسونة صارتي مزلت حطتها في قلبك الحكاية ذيك هاكا مسكين طلب منك السماح اللطف بي 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 قدو ربي عمل دليل سبحان الله خير سبحان الله خير تعسلت منيرة بنت الثاوي زكية بنت حدي مصفى ذاك ما يعطيش كم يعطي وراك طفلة تحدثي وحدك خجيتي خلاص لا لا بيبيش ما تخافش هذاك انا كنت اشوف فيه عجمية بسم الله المين حصتها وين تشوفي فيه اودي هاي راه لابسه له هنايا لايف لابسه له الباش الباش لابسه له لايف واش بيك مش نشوف فيها تصلح بخالي المنجي ولا لا حبيتي واش مدخلنا احنا في المنجي تو خنت ولا برواحنا لا 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 محمد رسول الله البركة الزوز فتحية بنت عمار قول ذيك من السمية عدتو هام البريح عجمية مزالت تراكي مزالت الهذبة وقيلة قريب مبروكة مبروكة عادة ذيك خاجة مشي خاجة متوكي خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله بنت الناس في تيشتو بيبش لقيتها سلمى بنت عمار الحداد بالله وش رايك مش ميخرج على بعضهم بنتي وشكتي وانت تقول مفتومة الأخبار الثمانية حقا فكرتني فكرك ربي في الشهادة وش عملنا تو في التلفزة نا خيرني ما نصبرش عليه نعم باهي تو نهزة صلحها ولا قولي يا اخي انت طول عمرك تتفرجي في التلفزة ما تعلمت منها حد شيء وش عندي باش نتعلم منها على سبيل المثال على سبيل المثال تتعلمي منها شوي من اللي يقولوا لها رومانسية نا خويا ما نتفرج كان على الافلام والمسلسلات الامور الرضيه متاع الطبيب والماكل ما تستهلينيش الطبيب والماكل ولا فراي عندك كيهضر على الماكل راه الرومانسيه شنو هي الطيب باش تاكل صافي بارك الله غير الاباطير اللي غيفهموا هذه الجمله فهمتي ما كنتيش اباطير ما تفهمش اصلا الرومانسيه هي طيب باش تاكل حبيتي شنو دخلنا نعدو في الماكل اللي عطينا سر رومانسيه ماشي ماكله فراي راه ماكله 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 خميسه بلا مرة طيب القرع هاي مالت سبحانه خير هاي نهار مغل خدت ترقدي هلا هاو ضرب الليل هاي عطيني ضربة يا خميسة خلنا نقعد على القليلة نسهروا شوي بلا تلفزة جه ربي معناها تحرقت التلفزة ما نسهروش ما نتحدثوا شوي مع بعضنا نتلاعبوا نحاجوا نتلاعبوا نتلاعبوا كارطة نفادلكوا هلا لك ما تحبيش تحدثي نسكتوا هذه هي الرومانسيه هي هذه نراعوا لبعضنا ونسكتوا ها هانا ساكتين ها اسمع ها اسمع ها اسمع ها اسمع واش طرطوش عندك ما تبعوش لك تطيس خميسه ارقدي ارقدي اللهم بارك اللهم بارك بسم الله الرحمن الرحيم مش قاعد يدني ذا كعيت للجنوب آسف صيح تمس لو كان كلنا شوية مزور لو أخضر تفهم ربي بيبا بيبا زي حنيس الفهم عند مريض أكزو ربي شعلي لباس شعلي مريضكم لباس ممسك هذا وأحمر نحلة نحلة ترتع ترتع ايش نحلة
معك زميل. زميل ايش زعما كان دايز وهذا جابو الحاكم فهمتي وهذا قال له زعما الزميل زعما الزميل هذو اللي كيسمع بعضياتهم الله لا خليك تشرب فاهم ربي شاب فريد شاب مظاهرة كل جماعة الثورة ذو كتفوا شاب فريد منو الازرق هذا اللي معاه كان نسيب راح جاي طفل فيها انت بلاهي وقف لهنا تتحركش الله اكبر الله اكبر ابقى ضيع سمع عندك وين نسيب وضرب ايش الفارس الفارس تحب تدز علي تراكتور ودي مش نعليك شكل شكل ازرق بيبيشه اوجيك اوجيك قال لازم نطفي الضوء ونربط اركض اركض دخل طرحان في الغيب بيبيشه لا لا وش راك في زكي بدخل الهاني ولا هذيك هي خصيتي اللعبه ديال اللاز اسهر اسهر على روحك ما طفيش الضوء ما طفيش الضوء بغا يوقع والو يمكن حتى حاجه شنو وين يحضر في روحه يلبس الحوايج وجي قتلو شي على الفركاسي قتلو وقال يمشي يزيد يكلم ببوشه يحرسلو يا حيوته لا يقطعك يا بنيتي يعلي درجتك عاد مش مزيه امي هذه لكن نهار المبروك نستنى فيه فرحه خويا صباح الخير صباح الخير صافا الحمد لله جايلة كلمت الشزور قالت لك وصلت لاباس عيطت لي وصلت لاباس راهي تسلم عليكم بزاف بزاف قالت لي دوك تعاود تعيط لي يسلمك ويسلمها احسونا وينك صباح الخير نهارك سعيد يا غالي صباح الخير حسو صباح الخير حسونك يجي معاه هذاك الالوان المغلوقه اكثر من الالوان نفسه حيت هو ابيض فهمتي صحيفة صحلب قداش صار لك ما كليتش الصحلب من دف طيمة عايشك من فاطمة ربي فضلك هو ليدي تستاهل كل خير راك قداش عندي من حسونة أنا أسمع قضية فيها اللوش تمشي الشمسة القضية اللي وصلتك عليها حيوتة البارح أنا قضية حيوتة فركسي وحسونة نسيتها تعشي فركسي شكون هذا الراجل الفركسي هذا سعيد باخير صباح الخير صباح الخير مودجي لا لا وهذه كلمه حتى انا بحفيك تسقسي على رجيله ما عندي سقسي على والو مودجي وش بيك ماشي قلت لك عندي واحد خلاص منين جا هذا منين جا ما بين حسونه نسيبك الغالي يا فطيمه حسونه ما فاهم والو حسونه مسكين غير ما فاهم والو بيروي برا 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 ذول يعرفك هذاك بيقول كيف الرزيق حتى هو من هرت اللي راه تضرب جاي يدور صح حسوب وانت وين على بالك كيف هو وين على بالي الراجل خرار برار على البيرو تي يومين يتعداني قال شوف تسلم عليا تي تو فهمت على شي شي وعلاش ما قلت ليش وين نعرف عليك عاد امي حجايله مش مستحقه للشيخ فركيسي ما يصلح كان صاحبنا 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 ولا الموجي تخيش بك ولي تحكي بدو بلا الغاز انت شكون هذا الشيخ المفركس وشكون صاحبنا بيبي هذا تاع النساء ما تخصكش ايوا اي بي هيا نخليك ونمشي نخدم على روحي ليه حسونا عاد كمل صحفتك الاخرى مش عارف تحجز لغز تقول له نمشي معك عايزين حسو حسو مش تسمع مع شنو قلت لك دابا نجي عندك سمحوا لي التليفون تكون زهر عيطت ومن بعد يا فطيمه فطيمه برحمه اللي عز عليك فاش كنتو تحكي لك واخا كنت سوق النساء بلي يقول له امي خليه يرتاح سوق النساء صاحبي قال لك سوق النساء سوق من الطيار يدخل له رد البال يوريك من الربح قنطار ويدوا لك الربح وراس المال اما انا وبرطال اما انا وبرطال يا سيدي كنا نحكيو عليك يا حبيبي يا علينا في شافوني وراه هكا كان سهل ربي ولادي ما هو ثم الشيخ الفركاسي من تيلا جابلو عاد وصينا حسونه باش يشوف معاه تمشي ما يجي يحل عليك الكتاب
احنا خبينا عليك باش ما تخش في خاطرك. يا حبيبي يا حويني بي باش تغششني. ايوا فرحان. يا بنتي حلوا لك تين فسخوا السبوره قطعوا جبيره اللي تحب انتم بابلو المهم خذوني مرا. السبوره ديروا كلوني مرا. دابا باش يضرب لها على يديها واش فيها خاتم. فاهم غير تسلم لك. ايوا الدراري اللي كيتفرجوا في داك اجي نوريكم الكاريزما وكذا. لا دوك الفيديوهات اللي كيقول باش تكون كاريزما خصك تسكين هكا وتكبي راه بالكارو حرق الريه باش تموت باش تموت في اسرع وقت. السرطان يونان السرطان الكاريزما ايش عاود بزاف. هاي هذه هي الاكسبريس تاع سي الفهم. هاي فهم ها ويت كيفه. لا 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 ما في جبدت برا الجن عندي مشكله شخصيه تنفذها ومبطل. لاباس فهمه ما لقاش الخاز يديرها. لاباس لاباس شد حسيت بحاجه مش حسيت ب500 في يدي غير ال500 حسيت اش حاجه اخرى. مال هذا مني لك الان تنزل نرجع لك بعد ساعه ما كاش اس بزيري محلول كتقولش عليه متفاهمين خميسة ما نزيدش نعود لك الحكاية ذي ما عادش نحب نسمع بيها جملة. أولد تهنى لنا التيل توضح حديث وهذا لك العهد لعاد نقول قو أسي حسين حط في بطنك بطيخة صيف قول أنتك حاتها من عند ربي. خميسة سامحنا حسيتي مجاه ربي راني نعرفها ساعات لسانها ما يهنيهاش هلا غالب هثرامة هثرامة راني بكشت بابوش ما نجيش نوصيك انت اتصرف ودي برع روحك تهنى تو نقول له مات الله يرحمه برا برا اي ربي يعينك. سوي ما جات لك يضرب البابوش راه لا يمكن صاحبي اسكو لا لا يمكن صاحبي راه لا موضه صاحبي درتي هادو تشدوهم هكا تضربو مع شري سريويل كدا بقى في الخرده مشى لبال دابا بقى نجمعها وعرفتي كي غتبان ماشي غير كاريزما بالبوشة زائد شي طريبيش بحال هكا البوشة تما غادي اتصرف ودي برع روحك تهنى تو نقول له مات الله يرحمه برا برا اي ربي يعينكم يعيننا ويعينك. اسمع سيسي ما تنساش عاد اكل خطار. باهي باهي مانيش ناسي خطار ها مخلوقة شفتي تو هاك حلتي فرعوسة مش عندي دنيتنا يجيش الواحد يعمل الخيط ترجع ليه كلاستيك مشو كلاستيك كرسو ضمي في كفرتي. أي كسر أظل اليمة أذي الزكية بنت العيفة. لا لا زيد تفكر سيدي شحد أوه يا أخي ما عندكش صبرة ماني قلت لك تندب راسي. لا مازال ما جاش. صباح خير. صباح خير عارفة باهي باهي زين دخل مدرج باهي باهي خويا ماشي معلم شنو يتمزك عارف شنو كاين ملا قلت لي لازمني نبدلهم الكل الكالندر والباراشوك والباربريز وليل زادا بيهي قداش بيهي تنشوف كان هكا طلع شوية نتعدي لك هاي في لامين سامحني عارفي شنو راه تعمل داك صدام اي عارفي البارح وانا مروحه بالكهرباء خطفت الغون بوان يا اخي شقت عليا استفات خطفتني وكركرتني 10 متر كاملين. 10 متر ولاباس؟ انا الحمد لله اما الكرهبه من القدام الكل دقدقت. امشي امشي فورا بجوج. يلزمني توا على الاقل زوز ملايين ونص باش تصلح. زوز ونص؟ وي اوغوزني. هو تفكر الهضره ديال الباب. بون جيت عامل اسيغونس دو ريسك. الحمد لله ما يسالش فدا مدي لاباس دفعت بلا. عارفي وي وي عارفي نعرف لي انك كثرت عليك اما لا غالب يجيك البلا غفل صحيح الله بعد علينا البلا. عارفي نجم تسلفني زوز ملايين نرجعهم لك اخر الجمعه. نعم زوز ملايين شو رحمه انت ما كملتش الشهر وانا وصلتك ديجا 1,200,000 خلي نزيد نسلفك زوز ملايين هيك تشوف الخدمه قدامك البلاد واقفه شي ما ظن. عارفي لا غالب بلي بلاد واقفة كل شيء واقف حابسة عمك فاش كتقول له شي لعيبة ايش تحبني نعمل بلاد واقفة ما عندي علاش كون نبدل
اون بلوس الربع جاي الاسيغونس باش تعوض لي ونرجعهم لك. بصراحه رحمه ما نجمش. باهي باهي ميسالش تقلقش روحك تندبر راسي. والله دولو كان جا المبلغ صغير ونقولو ميسالش تي مغذي زوز ملايين راهو برشا بصراحه. الله يرحمك يا بابا. اه يا بدات لا ضرابه. اه يا بابا. اه يا بدات يا بابا يا بابا. زوجي دابا تاع حي راني ما استحقيت لحد اما لا غالب مسكين قلبه كبير حكم ربي زلاجي يزي رحمه يزي بربي يزي حملت لي قلبي راك امسح امسح معجز من الكاس لا غالب الشيء اقوى مني ما عندي حد كان انت باهي صافا نمشي للبنك ونجبد لك زوز ملايين يا بالحق عايشك عارفي ربي يفضلك لا 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 وراكم تتباكوا لاباس 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 تعدى على روحك انت سي باب هاي لله ربي كثرهم عليك احلى سمينه مش بهيمه تاكل في الازهار نحلى سمينه مش بهيمه احلى نحلى تبقى تبقى بابوش بلاي بحلك السلعة نمشي نضرب لها لا 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 وكان تقول لها يسوكو بريسم للعجالي نضرب لها كاستي ونجي هلا بسحسون لباس خير شوية نعم شو بدخلك قدلي كيف حوي ها حسي سير طير ولا وزع شير شكون الوزع ها ودي بالعربي الحاجة مش لغيمي ولا تبوز كارت ابو 50 دينار 50 دينار هاي الطفلة ما جبتليش على حكاية الفلوس جملة تجيب اللي دخلت وهي تخدم على روحها الطفلة ما هزتش راسها بالعبيرو برا برا حاج مشيخ برا حاج مشلاغي لا 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 واش تو زعما تقبل ترسيش ليا حاج مشلاغي من بالحبنا حليلي لا واش تنقول خميسة باشا واش رايك مثلا مثلا هو على سبيل المثال كان نكلمك الشيخ الفركسي انت وراك انت في النهار خي واش عرفتيش واش الموجي كلمة انا سعيد سعيد صاحبي حالك سعيد المنجي ايش حالك يا صاحبي لاباس 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 هو يقول وش شيخ صاحبي الفركسي فهمتي فاش يا حبيبي يا حشيك انت يا اخي وقتاش جبت الشيخ الفركسي انا فركسي ودي ما نعرفوش نظر يا حبيبي صديقي ما تعرفوش وانا في بالي شيء قلت لي موري ولا ماذا بينا خلي المنجي اكب بشك حدو عليه قلب ودم لمكن تسي حسين يسق عليه وقال لي حبس الضرب وقول لي امرو الشيخ الفركسي طاح في البير ومات صحيح صحيح هذه الصراحه صح الابعد حد بالله بالله والله خميس واش بيك كب بشك تغزر لي على شقه خينا واش عندي قلت عندك قلتي واش دير واش تنبغي ثاني خشيت ايوا صاروا يكذبوا لي حب الحرم عليا هي مرة بينيم لو قلكم فيه السلمانش راح راح اشت بيك انا عمش تحب انت يا اخي يقول له القيسو ما نحسش يا ودي انا عمري كله راح لا 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 راح اه يقول له القيسو ما نحسش انا مش يمكن لك الدب طب قديش نرجع لك انت تحسن مش غير خرج مدريش عليه وش بيه قبيل انا تعديت نقك البنية رحمة تبكي ويرضي فيها يا حبيبي يا رحمة تبكي زعم عليش الفي ندري علي انا اسمع حشت بيك التكتيك متاعك طلع فالس لكن نحلى عندي كل خطرة نجي نسلم عليها قلبي ما يدقش بالعربي ما حسيت شيء ما حسيت شيء شيء تعرف في فايمة كيف اللي انت يا صاحبي عندك التابع كيف هنا تابع عندي واش عندك تابع فايم يا صاحبي انت ما تعرفك الشيخ المفركس ولا الشيخ المفركس نعرف ولا يا صاحبي علاش ما تقولوش عاملين حويجة في زوزة كتنحينا التابع ها بالحق ولا دي مش جلس في مخي مش فاهمي دا نطلع البلاد نتعدى الشيخ الفركسي نقول لي داني لايا ولك انت حاجة تحت تابة من انا نعمل عليك فايمة الا واش ما عندك كان الرجال رجال انا هون باش نستناك الدب غادي نحب نعرف علاش يحب يحرم عليا بعد ايش نزيدو نحكيو في حكايتنا باهي يودي ورحم تقول رجل غلط ونوريك فيه انا كيفاش هي ما جاتش في مخي هانسة سيفا السلام عليكم أهلا سي المنجي مرحبا اسمع يا رحمة وين مشيت تحسونا وين؟ عنده قضية في البنكة أيوة صاروا مشى البنكة أي عمر بيني يا بنتي رحمة بوي العجز الغالي اللي مفلتو هوني قد يسمع هوني يا بي هو تو نفلك فيه الدب بابا أيوة شطريات الحكاية يا حرام يا عمر بيني شبيك سي المنجي لاباسة؟ لا لا لاباس لاباسة حق يا رحمة
يفهم قول لي شافك تبكي لاباس؟ لا لاباس الحمد لله، ما تضرب لي لافون تاع الكرهبه و يا حبيبي صريت عملت حادثه. اسمع تحبش نجي نصلح لك في سويقس؟ ابتي وراح من بويا عندي صاحبي دوري ما فماش هو في البلاد يعمل لك برخصهم. لا عايشك الموجي تصرفت سيء شغلك كي جاتك ضربه في الارير خي هيفي اللي في لافون حبينا برشا مصروف هيفي ما عادش علاش تصرفتها امشي من البوشه حيا قلت لي مليون و200 افونس وزوج ملي فلفو ميدي يا عزسنا الزهر و هذاوي العقل و تزريضني بات واغا ديما كتغني بالقبيلي وما كنفهموش وين يا ربي و فوسي السلام عليكم السلام حسونه فوسي انا ما خاسرش ملاي يظل لي امورك سيء كلمني برزيخ وقال عنده ما يحكي معك ولي تعطيته النمر البورتابل تاعي لا وي قول بالله والله اي روح لبوسك حسونا فوس فوس صح عليك حسونا او الفرشه راه مزيان يفرشوا خصو يفرش مزيان يفرشوا انا متفق معاه فرش لي بنادم ترى ماشي حيت فاش كتكون قلبك طيب ماشي فهمتي خصك تستغل عقلك شويه ماشي اللي جات تبكي عليك تبكي على حسونا حسونا من حسن ما عندكش الطرف سكت حسونا جيت وي هاي هاي انا قلت الطبله قرونا هاي خليهم ساي يحطوا فيهم سي ساي يجلسوا يشكي يجلسوا كل شيء وعاد يحطها لهم فوق الطبله هاك بنينه تهبل يا بنت اللي حبت فيها من الدروش يلا ترجعها انا ريحه المقرونه امي فاطمه اللهم صل على النبي عليك يعطيك الصحه بالشفاء وليدي بالشفاء لان شكون عندي يلا المنجي خلي شحنت لي في حكايه الفرك البلان سبحان الله ديالك يعطيو كل واحد حق حنا ما عندناش في المغرب هذا البلان لا حنا ما عندناش في الواحد حنا الدراري عندنا قال لك الطبسيل اللي تحطوا فيه يد تحطوا فيه عشره كتلقى واحد كلا ولا اخر لا كلشي حاشي تكون باطله معلم باش فهمتي ما عندناش هادشي اللي دايره ولكن مزيان انا صراحه كنتفق مع هاد اللعبه ديال باش كل واحد ياكل الحق ديالو اما فاش كتصحط القوي كياكل الضعيف انا كيعجبني هكا دابا حنا والفنا ديك اللعيبه ديال المصارعه ضرب على راسك كي تحط الطرف ديال الذهب ضرب على راسك واق كلشي كيمشي دابا هكا حنايا كل واحد طبسل وتلقى كل واحد ما يتجمعش بهذا مع الطبله ايوا هي هذا هو المشكل كل واحد ياكل في وقت هذا هو ولكن انا مع هاد اللعيبه ديال الطبله هاد اللعيبه اللي كانوا كيتجمع اللي كانوا كيتجمعوا انا نديروا ليها كنتغدى فوقاش ما اي سي سي امي فاطمه كلمت ببوشة واكدت عليه ما قال اليوم ما نجمش تحصل عليه غدوة بحول الله تهنى يكلمه غدوة يكلمه تكفل نعم هنا نكذب اي نعم تكفل تعرف يا فطيمه هيك اللي استنف له هيك مشى الحال زون قال له هيك حكايه شيخ المفركس ما تعمل فيها حتى شيء اوه ليه انت عامل معايا هكا هي مكفويه معاك يا منجي مثبت شكون حكي لك الحكايه هذه يا حبيبي بالله اسكت اسكت انت الميزري تحت ساقيك ودورك باش تخلى راني نقول لك الريح لبرا وشرب عين فاتي من العيه بالله بالله عمال اشد عنكم سحشونا شد عنكم عطا ليك الطفله رحمه افونس مليون و200 وتوا كان في البنك زدت بدل زوج ملايين هكا عيات بس واحد كلام خوك رب الحق بدا يا خويا يعطي بخو قلت لك لازمنا نهزوا البسيكاتر بلا تروح تروح في كل ما جبت الزوج ملايين الرحمه باش تصلح بهم كرهبتها تروح زوز ملايين فاش خامه نجدر زوز ملايين هذاك اللي مازال هذاك اللي مازال تحيا برابر باش توا يجيب نتاع الفيستا نتاعو كي ما تلقاش زوز ملايين انا مانيش راجل كيما تدير قطع على روحك ما تسمعش كلام ولا كتخلي بعض وراه هادو يا لا لا شنو ما هذا ما زوز ملايين اخلطوا راه البيت عندي ما نحكي معاك راه لا لا الشيء هذا الشيء اللي خاصو يكون زيد عندي زيد البيت تحاسب زيد زيد تراس مرض لك ليا يا زيد هاي يا سحسونه برا شيء طيبه
شيء طيب. انا مع الموزي هاد النهار هذا، انا رسميا ملت الموزي فهاد النهار هذا. صح يعني نسيت العزيز درت له. ايه هي الرجال، ايه هي الرجال ديال الميكاب. صح اخي حسون. شباب وصلنا لفهاد الفيديو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا وضحكتوا معنا. اذا ما كان تهلاونا فراسكم. بيس بيس.